رجعنا لكم من جديد والتحليل الرقمي، وبالتاكيد الناس كلها عايزه تعرف مواجهه الاهلي مع سياتل بطل امريكا هتبقى المواجهه ازاي، في ظل ان انت بتلاعب فريق امريكي لكن بنكهه فيها امريكا الجنوبيه، لاعبين من امريكا الجنوبيه، ثلاث لاعبين من البرازيل، اثنين من كولومبيا، الاكوادور، مهاجم من بيرو، فبالتاكيد في توليفه. المفاجاه كمان ان في اثنين لاعبين من اوروبا، واحد من فرنسا واللاعب الثاني من سلوفينيا، وبالتالي اكيد انت قدامك فريق فيه يعني كواليس كتيره محتاجين نعرفها، وفي ظل نهايه الدوري كانت من شهور طويله وممكن تكون في صفقات وتدعيمات، فالناس كلها عايزه تتعرف على هذا الفريق. لذلك في هذه الفقره انا واحمد بالتاكيد بنرحب بيه اثنين من اهم المحللين للجزء الرقمي والبياني بالنسبه للفرق اللي بتواجه النادي الاهلي، الصديق العزيز احمد بيومي، منور الدنيا يا ابو حميد. اهلا بيك. اهلا بيك. سعيد أهلاً طبعا بكم. سعيد طبعا اكون موجود معاكم على شاشه النادي الاهلي. سعيد بيكم. والصديق العزيز محمد الباز، عايز اقول لك بالالماني بالكومن بالكومن، منور يا محمد. اهلا بيك. اهلا بيك. جدا سعيد جدا موجودي معاكم، منورين الدنيا. وخليني ابتدي معاكم بفكره انه دايما لما بتقابل فريق انت ملم بيه، عارف كورته، عارف نجومه، عارف يعني تفاصيله، حتى لو كانت امكانياته كبيره زي مثلا ريال او زي البايرن، انت عارف انت هتلعب مين. بيبقى بالنسبه لي افضل بكتير جدا لما اقابل المجهول. وسياتل ساوندرز بالنسبه لنا تقريبا شبه مجهول، يعني اليومين اللي فاتوا ابتدينا طبعا نجوجل وابتدينا نحاول نشوف فيديوهات ونعرف ايه هي اكتر المصادر الخطوره واكتر نقاط الضعف، لكن مفيش حد هيدينا الحاله دي اكتر منكم طبعا، وخصوصا ان النهارده لغه الارقام والبيانات بقت مهمه جدا في عالم كره القدم. بس قبل ما ادخل في ده، عايز اعرف برضو بما انكم شغلانتكم الارقام، قصه الاهلي والمونديال. احنا بنتكلم النهارده على مشاركه ثالثه على التوالي، بنتكلم على مشاركه ثامنه على مدار التاريخ، بنتكلم على اكتر فريق لعب مباريات على وجه الكره الارضيه في بطوله كاس عالم الانديه. قصة الأهلي والمونديال، تاريخ الأهلي والمونديال، حابب أبدأ بيها مع دكتور أحمد بيومي. طبعا في البداية طبعا بنبارك للنادي الأهلي الفوز أو الانطلاقة ضمن مباراة أوكلاند سيتي. يمكن النادي الأهلي أو احنا تعودنا دايما كأس العالم الأندية يبقى يذكر على طول النادي الأهلي. مظبوط. فده كان ليه انعكاسه في الأرقام، نلاقي إن النادي الأهلي لو استعرضنا أرقامه في المشاركات في المونديال، هو طبعا شارك في 8 مشاركات ويعتبر هو من أكثر الأندية في عدد المباريات، هو 19 مباراة. بالنسبة برضو لعدد مباريات الفوز هنلاقي برضو إن النادي الأهلي مفيش فريق تاني لعب في البطولة دي 19 مباراة. بالظبط. النادي الأهلي هو أكثر، يعني حتى الريال أكثر تتويجا بالبطولة ما لعبش عدد طبعا، ده نتيجة الأدوار التمهيدية وإلى ذلك. بالظبط. ده اللي عكس حتة إن الأهلي لعب أكثر مشاركات. بالظبط طبعا. هنلاقي برضو إن بالنسبة للفوز هنلاقي الأهلي حقق 7 مباريات فوز، كان ممكن برضو تبقى 8 بمباراه بالميراس اللي انتهت في 90 دقيقه بالتعادل، فاحتسبت طبعا تعادل، لكن هي طبعا انتهت بالضربات الجزاء لصالح النادي الاهلي. طيب. فالنادي الاهلي البرونزيه دي ما تتفوتش، لا تنسى دي، لا تنسى البرونزيه على حساب بطل امريكا الجنوبيه شيء كبير جدا للنادي الاهلي طبعا. حقق طبعا 7 فوز طبعا بالتساوي مع برشلونه، ولكن المركز الاول في عدد مباريات الفوز هو ريال مدريد ب 10 مباريات. يمكن ده كده اطار عام لمشاركات النادي الاهلي في المونديال. أكيد. طيب نبدأ بالناحية الرقمية، ولو أكيد هنبدأ بعرض الحالات اللي أنتم محضرينها بالنسبة للمباراة اللي جاية. إحنا ممكن نبدأ نبص نخش على فريق سياتل على طول، نبدأ نشوف مبدئية من التشكيلة، من أهم الأرقام وأبرز الأرقام اللي مر بها الفريق، يعني خاصة الموسم اللي فات. كلنا عارفين إن هو أنهى الموسم الماضي في شهر أكتوبر اللي فات، ولكن في حاجه حصلت في الطريق في اثناء الفتره الاخيره. على فكره هم لعبوا مباريتين وديتين، كان عندهم مباراه وديه في نهايه هم رجعوا مره ثانيه محمد 5-5 اتجمعوا بعد نهايه بطوله الدوري، رجعوا يوم 5 يناير اتجمعوا مره ثانيه. مظبوط. هم لعبوا من 5 للنهارده لعبوا ماتشين، مباراتين وديتين، مباراتين اخرهم تقريبا 28 او 29 يناير كان في مباراه وديه مع فريق اسمه هاماراي او فريق سويدي، وخسروا 3-2 منه. يعني دي بدايه كده، ولكن يعني للامانه انا بصيت على التشكيله وطريقه اللعب في المباراه الوديه ديت، ما كانش الاعتماد بشكل كبير على العناصر الاساسيه، يعني هو المدرب بدا ان هو يستخدم العناصر طبعا الناس البديله، ويبدا ان هو يجرب عناصر مختلفه، ويبدا ان هو يحط افضل تشكيله وافضل سيناريوهات استعدادا لمباراه الاهلي القادمه. احنا ممكن نخش في التفاصيل. لا طب اسمح لي بس قبل ما ندخل في التفاصيل، لان التفاصيل مهمه ان احنا ناخدها سيكونس كده واحد بس، في خلينا تفاصيل نروح من المغرب. من المغرب بقى نروح للمغرب ونطمن اكتر من هناك، من زميلنا كريم احمد جاهز معانا، لان التفاصيل الاخيره او اللمسات الاخيره النهارده على اخر ايام الاهلي في استعداداته لمواجهه بكره ان شاء الله مع سياتل ساوندرز. كريم مساء الخير.
اهلا بيك معانا، ويعني بعد الحقيقه يومين اكتر من رائعين الحقيقه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، فرحه كبيره هنا في مصر عشناها بعد فوز الاهلي، واكتر من الفوز العرض الرائع وشخصيه الاهلي اللي ظهرت في مباراه اوكلاند سيتي. تكلمنا عن المواجهه الصعبه بكره وتفاصيل اليوم النهارده، اليوم الاخير في استعدادات النادي الاهلي لمواجهه سياتل بكره ان شاء الله. برحب بيك طبعا في البدايه للزميل العزيز احمد سمير، وكل التحيه لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. يعني يا رب ان شاء الله بمشيئه الله زي ما ادينا اداء مميز جدا ونتيجه كبيره الحقيقه تليق باسم النادي الاهلي في الانطلاقه الخاصه ببطوله كاس العالم. ان شاء الله باذن الله يستمر القلب والروح الكبيره جدا وشخصيه النادي الاهلي في هذه البطوله، ويا رب ان شاء الله باذن الله زي ما عودونا لعيبتنا وزي ما عودنا الجهاز الفني مرحله مرحله بناخدها، المباراه بتنتهي بتفكر في المباراه القادمه. فمشيئة الله ان شاء الله يكون مستر كولر بقيمته الكبيره طبعا وبرؤيته الفنيه الرائعه يكون قدر يحضر بشكل كبير لهذه المباراه، سيناريوهات المباراه. يمكن فرقه مميزه جدا الحقيقه، ويمكن تعرف زميلي احمد يعني تنطلق البطوله من هذه المباراه، هذه المباراه هي المباراه الاهم اللي هتفتح بشكل كبير جدا جدا يعني مشوار النادي الاهلي بمشيئه الله في هذه البطوله. فرقه مميزه جدا، قيمتها التسويقيه الحقيقه حاجه رائعه ومميزه جدا. يعني لو انا بتكلم معاك القيمه التسويقيه الخاصه بفريق سياتل يعني تصل ل 50 مليون يورو، ناس مدعمه بشكل كبير جدا، عندهم سرعات عندهم امكانيات عديده، لكن ان شاء الله باذن الله رغبتنا تكون اكبر، شخصيتنا تكون اقوى، دخولنا في المباراه كالعاده يكون بشكل طيب جدا. فيا رب ان شاء الله غدا تكون فرحه زي ما كان في المباراه الاخيره، فرحه كبيره جدا لكل الشعب المصري وكل جمهور النادي الاهلي. غدا بمشيئه الله ان شاء الله تكون فرحه اكبر ان شاء الله لكل جمهور النادي الاهلي. اليوم النهارده الحقيقه كالعاده كان بادئ بالتدريب الصباحي 12 ظهرا طبعا هنا بتوقيت المغرب، التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي كان على الملعب الفرعي الخاص باستاد ابن بطوطه، 60 دقيقه كانت للتدريب. يمكن مستر كولر يعد فقرات طبعا بدنيه متنوعه، فقرات تدريبيه كالعاده طبعا، بينهي كل التدريبات بركلات الترجيح. كل اللعيبه الحقيقه جادد شناوي الحقيقه يمكن حاجه رائعه ومميزه جدا، علي لطفي ايضا كمان واضح الجديه وواضح التركيز. وزي ما بقول لك زميلي احمد يعني النادي الاهلي عنده هدف، الهدف هو اسعاد كل جمهور النادي الاهلي، وان انت توصل لنقطه بعيده جدا في كاس العالم للانديه، مش بعيد لان التحضيرات رائعه الحقيقه والتركيز اكبر. فعشان كده بنقول ثقتنا كبيره جدا في كل لاعبي النادي الاهلي. ايضا النهارده كمان كان الاجتماع الفني عقب انتهاء التدريب مباشره، ترتيبات والامور الخاصه طبعا بالمباراه ووصول اللاعبين، التيشيرتات طبعا تهدي النادي الاهلي وايضا كمان فريق سياتل، امور تنظيميه الحقيقه معتاده على فريق النادي الاهلي. لكن الحقيقه عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، يعني بقيمه النادي الاهلي الكبيره، يعني منذ لحظات الحقيقه فوجئنا بتواجد عمده طنجة منير ليموري، يمكن كان متواجد هنا للاطمئنان على بعثه النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب تحديدا، يمكن هو طلب ان هو يعني يقابل الكابتن محمود الخطيب والمهندس خالد مرتجي، تحدثوا في امور عديده جدا. الراجل اشاد الحقيقه بالنادي الاهلي وتركيزه والاداء الحقيقه الكبير جدا جدا للاعيبه النادي الاهلي والالتزام الاكبر الحقيقه لبعثه فريق النادي الاهلي. انت عارف النادي الاهلي بيتواجد في اي مكان، التزام لعيبه النادي الاهلي ملتزم بشكل كبير، الرولز كلها بتحترم بشكل كبير جدا. فالراجل تواجد تسلموا الدروع، حاجات بتكون طيبه جدا الحقيقه، والعلاقات الرائعه بين الشعب المغربي والحب الكبير اللي شفناه في المباراه الاولى. بنامل جمهور المغرب وجمهور النادي الاهلي يكون غدا بمشيئه الله يزين استاد ابن بطوطه، لان الحقيقه كان لهم دور كبير جدا جدا في الدعم والمسانده الكبيره جدا لفريق النادي الاهلي. يتبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى، يعني خلاص انتهت التحضيرات، لعيبه النادي الاهلي في هذه اللحظات الكل بقى في الغرف بيستعد بمشيئه الله ليوم الغد. ابدا معاك ايضا كمان بيوم الغد اللي يكون يبدا صباحا كالعاده بفطار صباحا في العاشرة صباحا، على ان تكون محاضره فنيه في الثالثه ظهرا، ويتوجه النادي الاهلي 4:15 الى ملعب ابن بطوطه. انت عارف المباراه هتكون 6 مساء هنا بتوقيت طنجة، 7 مساء بتوقيت القاهره. كل التوفيق لفريقنا، كل التوفيق لمستر كولر، ويا رب ان شاء الله تكون فرحه كبيره جدا غدا بمشيئه الله. طيب كريم، انا عندي سؤال بس سؤال مركب شويه. السؤال الاول متعلق بمواعيد التدريبات، يمكن كولر من اول يوم في البطوله من دي 1 كل التدريبات بتبقى الظهر، حتى الفريق اوكلاند سيتي لما واجهنا في المواجهه الاولى كانت تدريباته قبل مواجهه الاهلي كانت بالليل، نفس الامر لفريق سياتل برضه، احنا بنتمرن الصبح هو بيتمرن بالليل. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، هل عندك تفسير ليه الاتحاد الدولي فيفا عدل في ميعاد المباراه، ويمكن قدم المباراه بدل ما تتلعب 7:30 بتوقيت القاهره هتبدا الساعه 7؟ يمكن دول نقطتين كنا عايزين نعرف منك لو عندك اخبار او كواليس في هذه الجزئيه. يعني انا سمعت النقطه الثانيه يا محمد بالنسبه للمباراه وتحديد المباراه، يمكن كان على الميعاد 6:30 وبعد كده كان الاجتماع الفني تم للتحديد ليها 6. يعني هي كلها اكيد امور ترتيبه وترتيبيه وتنظيميه، لان انت عارف مباراه الوداد هتكون الساعه 3:30 هنا بتوقيت المغرب. يعني ما عنديش معلومه مؤكده، لكن هي امور خاصه تنظيميه وترتيبيه اكيد للتحركات لخروج الجمهور، يمكن تنقل كمان اللاعبين، يعني الامور مش واضحه بشكل كبير جدا. لكن انت عارف يعني 6 هنا بتوقيت المغرب، 7 بتوقيت القاهره، اي ميعاد
نص ساعه بعيد نص ساعه فوق، انت عارف خلاص الامر بالنسبه للنادي الاهلي اي ميعاد هيكون متواجد فيه. الجو كمان رائع ومميز جدا بالنسبه لهذه الفتره اللي متواجدين فيها، فيا رب ان شاء الله المناخ والجو والظروف يا محمد تكون معانا بمشيئه الله. طب خلينا السؤال الاول انا ما سمعتوش، ممكن تقيله القصه المتعلقه بالحضور الجماهيري يا كريم؟ يعني احنا شفنا في المباراه الافتتاحيه يعني كان حضور جماهيري كبير جدا في ملعب المباراه. بكره طبعا هيكون فيه اهتمام من الجماهير المغربيه بمتابعه مباراه الوداد والهلال، لكن برضو بالتاكيد المغاربه اشقائنا في المغرب يهمهم نجاح البطوله وبالتالي تواجد عدد كبير من الجماهير. هل عندك ارقام، هل عندك احصائيات مرتبطه بعدد التذاكر والحضور الجماهيري المتوقع او المنتظر في مواجهه بكره في الاهلي امام سياتل؟ يعني طبعا هقدر اقول لك، مش هقدر اقول لك ارقام، لكن هقدر اقول لك الحاله اللي احنا شايفينها هنا ويمكن الاخبار اللي بتوصل لنا هنا من اشقائنا المغاربه ان الكثافه الحقيقه اللي متواجده في المباراه الاولى هتكون بنفس الشكل. اللي انت عارف نجاح البطوله بالنسبه للمغاربه امر مهم جدا، وتشجيع الاهلي ده يمكن شيء خاص ومعتاد الحقيقه لاشقائنا المغاربه هنا، فبالتاكيد يعني بنعمل ان شاء الله يكون الاستاد بكامل سعته زي ما شفنا فيها المباراه الماضيه، لكن الاجواء كلها هنا بتدل ان في عدد كبير متواجد، الناس كلها بتسعى ان هي تشاهد النادي الاهلي في اي مباراه، بتسعى ان هي تنجح هذه البطوله. التابلو الحقيقه المباراه الاولى كانت رائعه ومميز جدا، لكن تعرف مقارنه الافتتاح بكل المباريات بيكون فيها اختلاف، لكن املنا كبير كالعاده فاشقائنا المغاربه وجمهور النادي الاهلي يكونوا متواجدين، ويا رب ان شاء الله هتافهم وحماسهم وازرتهم لعيبه النادي الاهلي تكون واصله بشكل كبير جدا، ويا رب تترجم في 90 دقيقه بمشيئه الله لفريق النادي الاهلي باذن الله. طيب كريم، ارجع بقى للسؤال الاولاني، انت كنت بتسال ايه هو السؤال متعلق بموعد التدريب. كولر دايما مهتم ان يكون تدريب الاهلي طوال ايام البطوله الساعه 12 الظهر عكس الفرق المنافسه للاهلي سواء اوكلاند سيتي او سياتل. كولر ليه دايما بيركز ان التدريب يكون في الصباح الباكر حتى لو ليله المباراه؟ يمكن محمد انت عارف يعني التدريبات 60 دقيقه او بتستغرق اكتر من 60 دقيقه بالنسبه للجانب الفني، لكن بيبقى فيه كمان جرعه تدريبيه هنا في الجيم، اللعيبه يمكن بتحاول ان يبقى فيه بعد ريكفري، بيدي مساحه كبيره جدا للوقت. في القاهره يا محمد التدريبات 9 صباحا في كل التدريبات وكل المباريات في السابعه صباحا، الراجل يمكن عنده رولز وعارف يعني بيحاول ان هو صباحا يكون التدريب 9 صباحا، لكن انت هنا الرولز ملتزم بيها، حاولت ان انت في تطوان الحقيقه ان انت تعدل موعد التدريب يكون خامسه او السابعه زي اوكلاند سيتي لما كان بيتدرب طبعا على ملعب صناعيه الرمل، لكن خلاص يمكن الامر ده اتحسن من البدايه ان كل تدريبات النادي الاهلي حتى نهايه البطوله هتكون الثانيه 10 ظهرا. الامور دي كلها كانت تنسيقيه الحقيقه من مستر كولر، لكن هو الحقيقه ما قدرش ان هو يوصل للرقم الخاص 5 مساء او 7 مساء عشان تقدر كمان تلعب في الجو اللي هيكون في هذه المباراه، لكن لك يمكن لعيبه النادي الاهلي مجرد ان هي بترجع من التدريبات بيكون في جزء كمان هنا في الجيم لبعض اللعيبه، فالراجل يمكن مقسم التدريبات جزء فني في ارض الملعب وجزء خاص بسيط جدا لعيبه النادي الاهلي عشان يدي وقت راحه كبير جدا للعيبه النادي الاهلي، ان انت عارف كل 48 ساعه مباراه انت بادئ من الدور التمهيدي، فيعني يعني مجهود برده كبير على لعيبه النادي الاهلي، سفر من تطوان الى طنجة كان امر صعب جدا الحقيقه، فيمكن هي دي الرؤيه الحقيقه لمستر كولر ان هو بيحاول يدي مساحه من الوقت لعيبه النادي الاهلي فندق الاقامه اللي بيكون فيها تدريبات اللي بيكون في نقطة تانية مهمة. انت عارف انه يعني على عكس كل البطولات اللي بياخدها النادي الاهلي في مش في السيزن، دي البطولة الوحيدة المجمعة، دي البطولة الوحيدة اللي الفريق كله بيتعاش مع بعضه على مدار ايام البطولة. عايز اتكلم معاك على حالة اللعيبة نفسهم، على الدور اللي بيقوم بيه كباتن الفريق، وبما انك انت طبعا موجود معاهم لحظة بلحظة فبالتأكيد لامس الاختلاف اللي بيبقى موجود في اي بطولة غير دوري الابطال غير الدوري المحلي او حتى بطولة الكاس. حالة التعايش اللي بتحصل على مدار اسبوع او 10 ايام هي عمر البطوله ازاي بيكون ليها تاثير، واتكلمنا كده على يعني جاهزيه الفريق طبعا. انا مش سامع الاستوديو لكن انا سمعت حاله اللاعبين او الحاله المعنويه الخاصه بلاعيبه النادي الاهلي او التركيز يمكن لحد ما سمعت زميلي احمد، يعني لا بطمنك على حاله لعيبه النادي الاهلي في تدريب اليوم الحقيقه، وزي ما باكد لك من البدايه يعني في هدف وفي تركيز وفي يمكن تركيز كبير جدا في التدريبات في فندق الاقامه وفي التزام على اعلى مستوى، الكل بيجمع بعضه ولاعيبه النادي الاهلي كالعاده كل يمكن عقب انتهاء الفطار للغدا العشاء الكل بيجمع لعيبه النادي الاهلي، اللعيبه الكبار الشناوي السولية معلول حمدي فتحي محمد هاني رامي ربيع، الكل بيحاول ان هو يتكلم، الكل بيحاول ان هو يحفز لعيبه النادي الاهلي، لان هي مرحله مهمه جدا وتوقيت مهم للعيبه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، حلم كبير ظهرنا بشكل رائع ومميز جدا في البدايه، فيا رب يا رب ان شاء الله بمشيئه الله كل الظروف والمناخ الطيب جدا فريق النادي الاهلي وتركيزه الكبير يكلل بالنجاح بمشيئه الله غدا باذن الله. دايما وشك حلو يا كريم على البعثه وعلى الفريق، ربنا يوفقك ان شاء الله، وبنشكرك بالتاكيد على كل هذه المعلومات والايضاحات من مقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي في طنجه عروس الشمال في المملكه المغربيه. نرجع من تاني
كنت بتكلم على فكره النقطه دي مهمه، ما اعرفش ليه دايما بتفرق معانا كمصريين، دايما على مستوى حتى المنتخبات دايما البطولات المجمعه، فكره اللعيبه تبقى متعايشه مع بعض ومع الجهاز الفني لفتره يعني فتره او عمر البطوله بتفرق معانا الى حد كبير جدا، على عكس مثلا البطولات مثلا زي دوري الابطال بتروح وبتيجي او الدوري المحلي او كاس، بتبقى ليها عوامل ايجابيه علينا كمصريين في اي فريق منتخب كان او نادي. دي حقيقه دايما بتكون اللعيبه قريبين من بعض، دايما في حماس، دايما في هدف واضح، مباراه النوك اوت بيبقى عارفين خلاص بعد يومين في مباراه ثانيه مباراه ثالثه، بيبقى رسمين الهدف قدامهم وبتركيز في كل مباراه على حده للانتقال طبعا للمراحل المتقدمه. دايما البطولات المجمعه اهمها اهم عنصر من مثلا مش بس الاستعدادات، لا الحافز للفوز صحيح. هو الحماس يعني حتى لما تاخدها على المنتخب تلاقي ان المنتخب في بطولات امم افريقيا قادر يروح لبعيد، لكن صحيح. لما تيجي في قصه كاس عالم تصفيات ورايح جاي ويفصل ويرجع بتلاقي قصه صعبه جدا لان الفصل او الفصل ما بين المباريات دايما تلاقي المباريات المحليه دخلت في النص او في توقف ما لاسباب اخرى، فبتفصل اللعيبه عن الاجواء بتاعت التركيز في البطولات المجمعه. طيب عايزين بقى نشوف الحالات، لان اكيد انتم محضرين النهارده حالات مهمه جدا وفيها رسم بياني او فيها ارقام. طب خليني طب في البدايه ممكن نستعرض او تعريف بريف سريع عن فريق سياتل بحيث بالظبط نعرف الجمهور ايه الفريق، عشان هو فعلا زي ما حضرتك تفضلت قلت ان هو يعتبر مجهول شويه. لا هو مجهول كتير. بس هقول لحضرتك حاجه، في ظل البلاتفورمز اللي موجوده اليومين دول انت ممكن تتفرج على اي فريق موجود حول العالم. انت النهارده يعني بص انا اتفرجت على فيديوهات كتيره جدا وشفت لعيبه لفتت نظري وشفت حارس مرمى الحقيقه فراي ستيفن فراي حارس المرمى الاساسي حارس مرمى الحقيقه ومؤثر جدا معاهم وكان واحد من اسباب نجاحهم في بطوله الكونكاكاف، لكن في النهايه ما تقدرش تلم بكره سياتل ساوندرز كفريق عامله ازاي. شو ممكن تشوف لعيب كويس، لعيب خطير، باسير كويس، بلاي ميكر كويس، عندهم مهاجم البيروفي ده اللي هو راؤول دياز ولد يعني 9-9 يعني بس كره الفريق ككل ما اقدرش اقول لك هو واقف فين، هو اعلى من الهلال ولا اقل من الهلال، هو اعلى من الوداد ولا اقل من الوداد، هو فين من الاهلي، احنا احسن ولا هم، فاهم يعني ما اقدرش قرعه يعني جت في صالحنا ولا لبسنا. هو بالتاكيد خلينا نتفق على حاجه، هو اكيد مختلف تماما عن اوكلاند سيتي كطريقه اداء، كان واحد بدنيه، كان واحد تكتيكيه، وحتى كامكانيات هو اعلى من اوكلاند سيتي تمام. يمكن هو الفرقه اعاد تاسيسها سنه 2007 بالنسبه للقيمه التسويقيه طبعا هو بيعدي 49 مليون يورو، بالنسبه لعدد البطولات برضه هنلاقي ان هو محقق 10 بطولات ما بين بطولتين للدوري المحلي ما بين بطوله الكونكاكاف، طبعا هي دي اللي اهلته لكاس العالم للانديه. يمكن النقطه برضه الملحوظه ان هو السنه دي انهى الدوري طبعا في اخر مباراه رسميه كانت في شهر 10 يوم 9/10، دي اخر مباراه رسميه يعني نتكلم في تقريبا في اكتر من 3 شهور في فتره توقف او فتره اعداد تمام. طيب برضو الملاحظ في حته البطولات او بمعنى اخر التاريخ التاسيس، في فوارق ما بين التاسيس تاريخ التاسيس للنادي الاهلي ونادي سياتل، ولكن برضو ستيل نتيجه المباراه او الفوز بالمباراه ما بتعترفش الا بالنواحي التكتيكيه داخل البساط والمجهود طبعا. كل مباراه ليها ظروفها بالظبط ليها ظروفها. النقطة الثانية برضو اللي ممكن ننتقل ليها المدير الفني، المدير الفني طبعا هو تحت قيادة بريان بالظبط، هو طبعا امريكي الجنسية. هنلاقي ان هو خدهم او تولى القيادة الفنية في اكثر من 225 مباراة فنية، ودي ليها تعليق عليها. حتة المشروع دلوقتي، المشروع ان انت النهارده لما بتجيب مدير فني مش مجرد ان انت بتجيبه علشان سيزون او نص موسم وبيبتدي او يبتدي يحصل شوية تفاقات. يا راجل ده في مديرين فنيين بيلعبوا 3 ماتشات حصل مع كابتن ربيع بالظبط، كابتن ربيع ياسين في بداية الموسم اربع مباريات وغير كابتن ربيع يعني ده في فرق عدى عليها 3 4 مدربين والسيزون لسه ما وصلناش نصه بالظبط، ده عادي جدا. وفي اللي مشي ورجع حصل في ظرف اسبوع. هو ده الحقيقه ما بيحسبش على المدير الفني بقد ما بيحسب على متخذ او صانع القرار، مين اللي خد القرار اساسا يعني. هو اللي خد القرار بوجود المدير الفني ده بالتاكيد ما خدش القرار بشكل صحيح لانه تراجع عنه بعد 3-4 ماتشات. لا لازم المدير الفني ياخد يعني مينيمم 2 سيزون عشان اقدر ان انا اشوف الرؤيه بتاعته. طبعا في اهداف مرحليه ببتدي ان انا اشوفها، ولكن برضو لازم ان انا النهارده اديله فرصه انه يبني جيل داخل الفرقه تمام. هنلاقي برضو بس في نقطه بقى سلبيه ابتديت ان انا اشوفها في الارقام. هنلاقي ان هو خلال ال 225 مباراه محقق 399 هدف. مش دي النقطه اللي استوقفتني، النقطه اللي استوقفتني عدد الاهداف اللي دخلت مرمى، عدد الاهداف اللي دخلت مرمى 305 يعني بنتكلم 399 حقق تسجيل اهداف 305 دخل مرمى. طب ده بيعكس ايه فنيا بقى الناحيه الرقميه دي تنعكس على الناحيه الفنيه
في ان هو عنده اندفاع هجومي على حساب التنظيم الدفاعي ده بشكل واضح. أيوة. ده في الناحيه الرقميه. وبرضه لما هنبتدي ننتقل للناحيه الفنيه في الملعب هنلاقي الكلام ده فعلا بيترجم انه عنده اندفاع هجومي بشكل كبير خلال طبعا الخمس خطوط الموجودين جوه الملعب. طيب. خلينا واحنا هنتكلم طبعا على الارقام، بس برضه عايز اسمع محمد، تتوقع سياتل ساوندرز في الحاله دي، يعني انت متابع ولسه كنت كلمنا ان هم رجعوا من فتره التوقف وعملوا ماتشين مباراتين وديتين بس قبل ما يوصلوا لبطوله كاس العالم. السيناريو اللي تتوقعه لطريقه تفكيرهم هم في ماتش بكره، هم عارفين انه شافوا الاهلي واحد دي افضليه بالنسبه لهم، واتفرجوا على الفريق في الملعب، اتفرجوا على حاله الفريق في البطوله في مواجهه اوكلاند سيتي، فبالتالي الاهلي بالنسبه له تقريبا شبه كتاب مفتوح. هو بالنسبه لنا احنا مش عارفين حالته ايه، ممكن نعرف لعيبته، ممكن نشوف حاجات الفيديو بس كله من السيزون اللي فات، لكن هم على ارض الواقع ايه محدش يعرف عنهم حاجه. توقع يفكروا ازاي بكره في مواجهه الاهلي؟ هيلعبوا بنفس طريقتهم اللي ختموا بيها السيزون، ولا هيلعبوا بنفس طريقتهم ختموا في مركز 11 تقريبا، ولا هيلعبوا بنفس طريقتهم وشخصيتهم اللي كانوا فيها بطل كونكاكاف، ولا بكره متوقع هيبقى في تحفظ كبير جدا امام الاهلي بعد الشكل الرائع اللي ظهر بيه الاهلي في بدايه المونديال؟ هما بالتاكيد درسوا النادي الاهلي، اكيد شافوا المباراه الاولى امام اوكلاند سيتي، شافوا الاهلي بيلعب ازاي الميد بلوك في الاهلي في بدايه المباراه ومعظم مجريات المباراه. انا اعتقد ان هما هيكون في تحفظ كبير جدا، لان احنا لما درسنا تحفظ ولا تحفظ؟ تحفظ تحفظ يعني هما فريق متحفظين يعني متحفظين. ولكن هو عندهم الجرأة الهجومية يعني هم عندهم الجرأة الهجومية، بيفتحوا الخطوط بشكل كبير جدا، بيعتمدوا دايما على الأجنحة، دايما التكتلات ودايما الباصات دايما بتتم من يا اما الجناح اليمين او الجناح الشمال، زي ما احنا هنتكلم على ابرز اللاعبين عندهم وهنتكلم بشكل تفصيلي، ولكن هم دايما بيفتحوا الخطوط الخلفية، دايما عندهم مشاكل في المرتدات، لعبتهم دايما الخط الخلفي لعيبه طويله، لعيبه عندها الكتله العضليه او القوه البدنيه كتيره. أيوة. بالتالي بتسبب في بطء كبير جدا، شفنا لقاءات او يعني بعض الفيديوهات ودرسنا الحالات بتاعتهم بشكل كبير جدا، شفنا ان الفريق بيلعب البيلد اب باعتمادا على الاثنين سيرت باكات، بيلعب الكرات الطوليه دايما على الاجنحه، بيحضر بشكل كبير جدا، بالتالي لما الفريق بيتقدم بيكشف الخطوط الخلفيه عندهم بشكل كبير جدا. ده بيخلينا شويه نتمنى طريقه اللعب بكره عندنا نلعب شويه بلو بلوك بدل الميد بلوك لعبنا بيه المباراة الماضية الأخير. ونبدأ نلعب على المرتدات، لو احنا لعبنا بشكل رائع وسريع على المرتدات هنكسب المساحات اللي في خلف الأجنحة والظهير. تتكلم على السيناريو مثلا أشبه بسيناريو مباراة بيراميدز بالظبط. كنت عايز اقول فعلا كده، اشبه بمباراة بيراميدز، بل بالعكس ممكن تفتح معانا السكور كبير في احراز اهداف كثيرة جدا، لان معظم مشاكلهم في الخط الخلفي في بالشكل ده. ده لازم يقابله حاجه مهمه جدا، انك تقفل كويس وتدافع كويس وتعرف تعمل هجمه مرتده بالظبط، منظمه كومباكت في الدفاع. يعني لو هنربط الموضوع بالارقام شويه، احنا شفنا الموسم الماضي في ال 32 مباراه احرزوا 47 هدف واستقبلوا 46 هدف. رقم يعني غريب جدا، رقم كبير طبعا. يعني ده بيثبت رقم فريق ممكن يهبط للدرجه الادنى. صحيح. زي ما بيحرز زي ما بيدخل فيها يعني معدل اكتر من هدف في المباراه الواحده. صحيح. يعني حتى التراجع اللي حصل ليهم مره واحده من بطل كونكا كاف ل 11 في الدوري سببه ايه؟ هل تراجع المستوى؟ هل انه في لعيبه مثلا كانت مهمه في الفريق ورحلت؟ يعني برضو اصل فريق بطل قاره مره واحده يرجع يبقى 11 في الدوري، يعني حتى ما كانش بينافس، ده ترتيبه ال 11 بالنسبه لي برضو علامه استفهام. صحيح. يعني انا شفت فعلا في تراجع في المستوى، بدأ ان هم يدعموا الفريق في يعني تقدر تقول من اول الانتقالات الصيفيه الماضيه وحتى الانتقالات الشتويه الحاليه، يعني هم دخلوا بخمسه ترانسفير بخمس لعيبه جدد ابرزهم اثنين مهاجمين، الاثنين المهاجمين هتكلم عليهم في لاعب مهاجم اسمه هيبر، ده لاعب برازيلي عنده 31 عام، احرز العام الماضي، هو جاي من فريق اسمه نيويورك ايضا في الدوري الامريكي واحرز 10 اهداف. كلمنا عنه زكي عبد الفتاح امبارح، كابتن زكي عبد الفتاح. لو فسر نقطه مهمه استكمالا لكلامك، ان الفرق في الدوري الامريكي كلها تكسب بعض. بالظبط. يعني هو ما فيش التنافسيه عاليه جدا، ما فيش خلاص يعني لغه السيطره او الهيمنه من فرق معينه كبيره امام الفرق الصغيره، لما فعلا ما تلاقيش في الدوري الامريكي دايما في تنافس في فوز لا تتوقع. طيب تعالوا نبدا بالحالات اللي معانا ونشوف كده بدايه احنا مجهزين ايه، نبتدي بالتشكيل. ممكن نستعرض طريقه اللعب في الاول. طيب. 4 2 3 1 هم بيلعبوا ب 4 2 3 1 مين رايح فين؟
يعني خلينا في البدايه الاول نستعرض طريقه اللعب. طريقه اللعب هي هم بيلعبوا ب 4 2 3 1 طريقه كلاسيكيه، بيعملوا بيلد اب كتير قدام البوكس بتاعهم، وبعد كده بيبتدي ان هو زي ما حضرتك شايف بيلعب كده. الصوره اوضح بالظبط، اللي فاتت كانت صعبه، هنرجع لها يعني هنرجع لها دي برضه. ليها تفسير برضه، لان هم بيلعبوا ب 4 2 3 1 اللي لابس الشورت الازرق والتيشيرت الخضراء بالظبط كده، هم الفريق اللي على الشمال اللي بيبتدي الكره في استحواذه، لان هم بيلعبوا 4 2 3 1 باثنين طبعا في كارتكاس في نص الملعب. هي طريقه كلاسيكيه عادي خالص، وده طبعا التشكيل بتاعهم. ده التشكيل تقريبا الاساسيين او اللعيبه بالظبط بالظبط. هم عندهم طبعا بالنسبه للرباعي الهجومي هم دول اللي بيمثلوا الخطوره، سواء الجناحين او صانع الالعاب طبعا اللي هو نيكولاس، او بالنسبه لراؤول اللي هو لوديرو. ده ارجنتيني ولا بيرو؟ بيرو بالظبط بالظبط. يعني عندهم لوديرو وروي دياز الاثنين من بيرو. من بيرو اوكي. دي ده كده في البدايه اللي هي 4 2 او ده المين فورميشن بتاعهم. طب بيطبقوا الكلام ده ازاي بالنسبه لطريقه الهجوم؟ اهم اللعيبه بس الاول قبل بيطبقوا الرباعي الهجومي بدون تفكير. الرباعي الهجومي سواء الاجنحه او بالنسبه لصانع الالعاب طبعا خطير جدا. هو صانع 8 اهداف وطبعا واحرز 7، فده يعتبر من اخطرهم. بالنسبه لراؤول برده اللي هو المهاجم طبعا اللي هو احرز 8 اهداف، فطبعا ده دول الخطوره بتمثل خطوره ليهم. تمام. خلينا برضو نستعرض توقيت الاهداف بتاعهم. توقيت الاهداف مهم جدا برضو. لان هم في بدايه المباراه احرزوا 8 اهداف او ربع ساعه. نفس الكلام بالنسبه للربع ساعه الاولى للشوط الثاني، يعني ان هم احرزوا 11 هدف. طب ده او نستنبط منه ان هم بينزل من بدايه المباراه مركز. ضغط مركز طبعا من ناحيه النفسيه، او بالنسبه للناحيه التكتيكيه هو بينزل ضاغط على المنافس بتاعه. ده بالنسبه لترجمه الاهداف. ماذا لو قرر مستر كولر ينزل هو كمان ضاغط بكره؟ يعني هيبقى هل دي فلسفه ممكن نعملها؟ انا شايف حتى لو احنا بدانا ضاغطين عندنا طبعا احنا على فكره اوكلاند حاول ده يعمل معانا، بس احنا اجبرناه انه يتراجع. اوكلاند عمل ايه؟ عمل التفوق العددي علينا في الاجنحه. يعني عندنا حسين الشحات دايما مع هاني في الزياده دوت، دايما لعب بثلاثه عليهم عشان يقفل الجناح اليمين او منطقه اليمين من عندنا. نفس الكلام عملها ناحيه الشمال، دايما كنا نشوف ثلاثه على اثنين، دايما كنا نشوف ثلاثه على معلول وعلى عبد القادر. اعتقد نفس الفكره لو عملها بكره طبعا سياتل، هيبقى عندنا احنا. انا اتمنى ان يكون البدايه بخالد في كظهير ايمن مكان هاني. ليه؟ لان زي ما كنا بنقول هم دايما بيعتمدوا على اللعب على الاجنحه، بيرمي الكره دايما في الاجنحه، والتحضير دايما بيبقى من ناحيه الاجنحه، وبيلعب الكرات الطويله، بيعمل اوفر لابينج. ليه خالد على لان خالد عنده ان هو بيقدر ان هو يقفل الحته ديت. احنا عايزين حد يقفل كمان ناحيه دفاعيه تبقى هو مميز جدا في الارقام الدفاعيه، مميز فيها. ده في حاله لو احنا فعلا هنبدا بالضغط العالي كالفلسفه اللي دايما شفناها من كولر في المباريات الاخيره. ايوه. ولكن لو احنا اتكلم على مباراه بيراميدز، ولو طبقنا الفكر ده غدا، لو احنا فعلا دارسين الخصم بالشكل اللي احنا اتكلمنا عليه ولعبنا شويه باللو بلوك وبدانا نلعب على المرتدات، ده انا شايف افضل سيناريو. وده لا يقلل من النادي الاهلي طبعا، وحجم النادي الاهلي، الفرق اللي هي عارفه دارس الخصم بشكل كويس جدا. كل مباراه لها ظروفها، لها طريقه اللعب على حسب طريقه اللعب الخصم، وفي سيتويشنز مواقف. انا مش معناها ان انا خلاص انا هبدا كده طول المباراه، على حسب المباراه مجريات المباراه حسب السيناريو. وده اللي شفناه وده اللي بيميز. خد بالك من النقاط المهمه في مارسيل كولر، ليه فلسفه، بيستنى يشوف المنافس هيقدم ايه. ما بينزلش حتى بيغير في التشكيله الاساسيه. صحيح. ممكن يشوف المنافس ايه اللي ممكن يقدمه في الشوط الاول ويبدا يعدل ويشتغل على الشوط الثاني. انت ماتش اوكلاند حاولت كتير جدا تخترق عن طريق الكرات العرضيه او من على الاطراف. صحيح. وما نجحتش في ده، والهدف الاولاني اللي فك شفره اوكلاند جه من قلب الملعب. وده ذكاء حسين الشحات. ذكاء حسين الشحات ان هو لما لقى الدنيا هنا التفوق العدد ناحيه اليمين بدا ان هو يتحرك ويخش بالخط العرضي، وده الهدف اللي احرزه. نفس الهدف في الدحيل. في الدحيل بالظبط. خليني اسالك، هل ده معناه او انت شايف من واقع انه الفريق بيستقبل اهداف كتيره؟ طبعا دي احصائيات ماتش الاهلي واوكلاند سيتي كلها تقريبا في صالح الاهلي. طبعا واضح جدا طبعا سيطره النادي الاهلي على الارقام او من الناحيه التكتيكيه طبعا، المنعكسه طبعا على الناحيه الرقميه. ولكن طبعا بالنسبه للاستحواذ انا ما يهمنيش ان انا اكون 57%، يهمني جدا الفعاليه. 57% ده سلبي ولا ايجابي؟ ابص طبعا على طول على الفرص. انا عندي 8 فرص منهم 3 اهداف. او بالنسبه برده الاكسبكتد جولز، هلاقي الاكسبكتد جولز بتاعتنا هتلاقي اعلى طبعا من وطبعا بص في المقابل اوكلاند سيتي 2.6 وهنا مفيش فرصه، يعني بنتكلم ولا فرصه كانت خطيره على مرمى النادي الاهلي. خليني اسالكم بقى، من واقع انه انتوا بتقولوا لي ان هم على الرغم ان هم عندهم غزاره تهديفيه وخطوره هجوميه كبيره جدا، لكن فريق بيستقبل اهداف كتيره جدا. اغلب الاهداف اللي بيستقبلوها نتيجه ايه؟ نتيجه اختراقات من العمق ولا اختراقات من على الاطراف؟ نقاط الضعف في خط دفاع سياتل ساوندرز عامله ازاي؟ دي طبعا بقيت ارقام طبعا بقيت الاحصائيات مباراه اوكلاند. بالنسبه بيستقبلوا اهداف منين؟ اغلب الاهداف اللي تدخل مرماهم نتيجه
زي ما قلنا قبل كده الاندفاع الهجومي ليهم، هتلاقي دايما في اختراقات من قلب الملعب نتيجه كرات طوليه. دي اغلب الاهداف اللي دخل فيهم 46 هدف. تقريبا بالظبط حوالي 30 هدف منهم كرات طوليه نتيجه ان هو اندفاع كاونتر اتاك، هجمات مرتده يعني. بالظبط، يمكن احنا عندنا صور بتوضح ممكن نستعرض يعني الصور الدفاعيه. الطريقه الامثل انه يتم استدراجهم لنص ملعبنا وتقدر تلعب بعد كده، تسيب الاستحواذ لنادي سياتل، بعد كده تستدرجه، بعد كده انت تلعب كرات طوليه. طبعا ممكن انت تستفيد من سرعات حسين الشحات. طبعا هنا برضو هنلاقي ان هم بيعمل ضغط عالي. دي كره ممكن برضو الصوره اللي بعديها ده في الهجمه بست لعيبه بالظبط. انت بتعيد كده، ممكن نعيد 1 2 3، بنتكلم في 8 لعيبه موجودين دلوقتي. ده كده ضغط عالي. بص بعد كده الصوره اللي بعديها، اول ما الكره تتقطع ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ ادخل برضو على الصوره اللي بعديها، مساحات، شايف المساحات ورا عامله ازاي؟ مفيش بالظبط الا لعيبه 4 على 2 بالظبط، 4 لعيبه من اغلب الاهداف اللي بتدخل بيه بنفس المنظر ده. ايوه يا ده كويس قوي. احنا كده محتاجين بكره يكون في سرعات، سرعات اطراف. حسين الشحات نتكلم، ممكن نستفيد مثلا من سرعات طاهر، ممكن احمد عبد القادر. المهم ان في الاخر السرعات من على الاطراف بتاعتك. ده في جزء كمان بدني مهم جدا. انت ممكن الشوط الثاني لو النتيجه لسه قريبه مع المجهود البدني اللي هيبذله الفريق الامريكي. كابتن زكي امبارح كان بيقول انه التشالنج بتاعنا او التحدي بتاعنا في المباراه دي اول 60 دقيقه. بعد 60 دقيقه مخزونهم البدني بما ان هم لسه ما بداوش السيزون هيتراجع بشكل كبير، فسهل بقى لما ينزل خصوصا حساسيه المباراه. معانا خريطه حراريه رقميه بتورينا، بتعكس الصوره التكتيكيه اللي احنا شفناها دلوقتي. بتقول لك ان عدد التمريرات الاكثر بتكون فين بالظبط في ارضيه الملعب، ودي معانا هنا بتوضح زي ما كنا بنقول دايما على الاطراف دايما بيلعبوها. لو شفنا 332 تمريره في ناحيه اليمين زي بتعكس الصوره اللي لسه عرضناها. الناحيه الهجوميه ولا الدفاعيه؟ الناحيه الهجوميه، يعني الملعب في الاتجاه اليمين، الاتجاه اليمين اتجاه الارقام الكبيره ديت، 332 رقم ناحيه اليمين، ناحيه الشمال 255. عايز اقول لك دايما ناحيه الشمال 255 تمريرات بتتم هناك ازاي بشكل تكتيكي في ارض الملعب. دايما صانع الالعاب نيكولاس ده هو الترمومتر بتاعهم، يعني معظم الناس قالوا كده. شفنا معلش نرجع الارقام معانا تاني، لان انا يعني ليا تعليق هنا كمان على الناحيه اليمين بتاعتهم، لان دي اكتر ناحيه فيها كثافه. بنتكلم على الجبهه اليوم خطره جدا. ده معناه انه معلول واللي قدامه بقى سواء كان ممكن جدا طاهر، يعني اعتقد مستر كولر ممكن يفكر يبدا بطاهر بكره قدام معلول، او عبد القادر لو بدا المباراه هيبقى عليهم دور كبير جدا في قفل ان هم يقفلوا الجبهه دي. وناحيه طبعا في طبعا الناحيه الثانيه هاني والشحات او خالد والشحات، لان ناحيه الجناح الشمال عندهم اللاعب اللي اسمه موريس دوت دايما بيساهم، عنده اسهامات او تساهم في موريس ده اللي بيلعب وراه لعيب كاميروني اعتقد. صحيح، ده منتخب الكاميروني على فكره. اللاعب ده لسه داخل الفريق في الانتقالات الشتويه الماضيه، ما لعبش بشكل كبير جدا. عايزين نبرز لاعب في افريقيا، بس هو بيميز الفريق ده ان في 4 منهم كانوا في كاس العالم الاخير. بالظبط، يعني الاحتكاك طبعا مع البطولات المجمعه الكبرى زي كاس العالم بتديهم خبرات كبيره جدا. يعني احنا عايز اقول حته هنا تكتيكيه على الجناح الشمال موريس. دايما موريس بالتعاون في يعني بيرنج ما بينه، في كونكشن حلو جدا ما بينه وما بين صانع العاب نيكولاس اللي قلنا عليه. دايما بتترمي الكوره كاوفر لابنج او كرات طوليه او ثرو باس كده دايما لموريس ناحيه الشمال، وبيلعبوها بشكلين، يعني بيلعبوا الباك باس بشكل واضح جدا. شفت اهداف كتيره جدا، بمعنى ان الكوره بتترمي بشكل سريع جدا من ناحيه الاطراف، نتكلم مثلا ناحيه الشمال، والجناح بيطير او النوحو اللي هو الكاميروني بيزيد كده اللي هو الظهير الايسر بيزيد ايضا، وبتتلعب الكره دبل باس او تو تاتشز للخلف على خط ال 18 من بره اللي هو الباك باس، والتسديدات دايما من خارج المرمى. يعني احنا شفنا الاهداف اللي جابوها من خارج الصندوق، من خارج الصندوق. شفت اهداف كتيره جدا من خارج الصندوق. ده بيقول لنا ان محمد شناوي لازم يكون حذر تماما، ما يتقدمش كتير، يعني معظم اهدافهم فعلا من خارج الصندوق. يعني ده مثلا الصوره اللي احنا بتعكس كلامنا دايما، بتبدا هم مين مثلاً الاول؟ هم اللي معاهم الكوره اللي هتتلعب زي اوفر لابنج كده في ناحيه الشمال. بيبدا ان هو بتتلعب دايما في العمق او على الاطراف. يعني لو كملنا هتبدا الصوره ان هو بيفتح بيها الملعب ناحيه الشمال وبيلعب العرضيه. 23 ده موريس، ولا 23 ده الكاميروني؟ لا انا اعتقد الكاميروني وبتتلعب الكره العرضيه بالشكل دوت. وفي كور كتيره جدا بتتلعب ايضا زي ما قلنا اللي هو الباك باس على اول الصندوق، على اول الصندوق عشان التسديد من خارج المرمى. بيمتازوا بالتسديدات من خارج المرمى. كره بنتكلم على طابع كره
اقرب للكره الاوروبيه ولا اقرب للكره كره امريكا الجنوبيه؟ امريكا الجنوبيه بالظبط. اللي هي الناحيه المهاريه، الناحيه البدنيه عاليه جدا، سرعات، هتلاقي برضو حته الارتفاع المستوى البدني بشكل كبير، والالتحامات ده بيكون واضح قوي جدا في طريقه لعبهم. في حتتين احصائيه برضو يعني عايز اقول عليها، اللي هي خط الدفاع. خط الدفاع ده ممتاز ان هم اطوال، يعني لما نتكلم على نوحو نفسه اللي هو الظهير الايسر دوت متر 78 سنتي، يعني بيلعب دائما الظهير الايمن قلب الدفاع متر 80، يعني كلهم اطوال كبيره جدا، وبيمتازوا بالالتحامات الهوائيه وبالالتحامات الثنائيه. يعني الكرات العرضيه هتبقى فيها مشكله، هتبقى صعبه جدا يعني. حتى احنا الصوره اللي كانت عايزين نفك الشفره بتاعتها، كنا بنتكلم برضو في الاوفر لابنج او الكرات الثابته، السيت بيس عندنا طبعا ارقام كبيره جدا بنتائج مش افضل حاجه، احنا محتاجين الاهلي يلعب عليها افضل سيناريو ان احنا. أيوة يعني هي الصوره دي كويس ان هو جابها لنا شويه. الصوره دي النادي الاهلي يعني احنا دلوقتي بنشرح هنا عدد الكرات الثابته للاهلي هذا الموسم. يعني في رقم كبير جدا، بنتكلم في 39 ضربه حره وضربه ثابته اتلعبت للاهلي، احرز منهم هدفين اللي هو الجيل اللي في النص ده هدفين، والهدفين جم من ناحيه الشمال، ودايما اللي لعبهم علي معلول كاوفر لاب او كره مرفوعه، والهدفين كان ياسر ابراهيم وبيرسي تاو بتلعب ضربه راسيه في الهدف الاثنين زي ما احنا شايفين كده. احنا طبعا عايزين نافويد نتجنب الكرات العاليه عموما، دايما الافضل نلعب على الارض، نلعب الكرات طبعا لو في اوفر لابنج كرات عاليه دي في حاله طبعا الترانزيشن التحول من الحاله الدفاعيه للهجوميه زي ما احنا شفنا بيكشفوا الخطوط. طيب الخلفيه دكتور احمد، خلينا نلخص كده في خطوط عريضه او في عناوين اهم نقاط الضعف في سياتل ساوندرز واهم مصادر الخطوره في سياتل ساوندرز. اهم مصادر الخطوره ان هم دلوقتي الرباعي الهجومي، وهيبتدي ينزل ضاغط عليك من بدايه المباراه. ده كده باختصار شديد نقاط القوه. طب نقاط الضعف عندهم ان انت تستغل سرعات خلف خطوط الدفاع بتاعتهم، ده كده باختصار شديد، لان هم عندهم اندفاع هجومي بشكل كبير، لازم نستغل الاندفاع الهجومي دوت في المساحات خلف الباكات بتاعتهم، لان هم بيطير الباكات بطول الملعب، لازم ان احنا نستغل المساحات الفاضيه ورا الباكات باختصار شديد. محمد راؤول رودياز ده طبعا مهاجم البيروفي، راؤول رودياز ده الموسم دوت هو هداف الفريق صح؟ هداف الفريق ده والمهاجم بتاعهم رقم 9 مركز 9 مش رقم 9. هو طبعا شارك هو في 18 رقم 9 اعتقد رقم 9 بالظبط، هو رقم 9. عدد المشاركات طبعا 18 مشاركه، احرز 9 اهداف وصنع هدف، وسنه صغير 23 سنه بالظبط، وصنع طبعا سريع مهاري بيجيد بدني، التحاماته كويسه جدا على الارض، رجليه الاثنين يعني شفت له اهداف باليمين وبالشمال، وبيجيد كمان العاب الهواء صحيح. مهاجم صندوق، مهاجم صندوق يعني. هو بيجيد العاب الهواء وطوله مش كبير بس تيك اوف عنده عالي وكمان خد بالك العاب الهواء فيها جزء وبالذات في الصندوق، يعني انت مثلا متعب عندك ما كانش طويل قوي صحيح، لكن التمركز والتحرك وازاي يسرق المدافع وازاي يكون موجود وياخد التوقيت بتاع التيك اوف وازاي السنس انه يحول الكرة كانت موجوده عنده، فهي دايما الالعاب الهواء مش مرتبطه بس بالطول لكن مرتبطه كمان بالقدره على التمركز والقدره على الارتقاء وازاي تتحرك قبل المدافع وازاي تتوقع الكرة تيجي فين وازاي بيعمل عندنا دي دلوقتي خالد عبد الفتاح بيعملها بصوره اكثر من رائعه فعلا بيسبق بيبتدي ياخد الكرة في التحامات الهوائيه، يمكن هو مش طويل ولكن برضه عندنا خالد عبد الفتاح يمكن هو بيكسب اكثر من 90% من التحاماته الهوائيه مع النادي الاهلي، عشان كده انا فعلا بريكومند ان احنا نبدا بخالد عبد الفتاح لتامين الخط كظهير ايمن في برضه حته رقميه يعني احصائيه رقميه بتعكس الكلام اللي احنا بنقوله على المهاجم راؤول، ان هم احنا قلنا احرزوا 47 هدف الموسم الماضي واستقبلوا 46 41 هدف من داخل البوكس من داخل الصندوق. يعني احنا بنقول انه عندهم نسب اهداف كويسه جدا من خارج الصندوق بتسديده على المرمى، ولكن الاستقبال بقى العكس من جوه الاستقبال العكس يعني هو احراز الاهداف كان معظمها من داخل الصندوق، بتصل 41 هدف من داخل الصندوق من 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 البوكس نفسه بعدد تمريرات كبيره جدا تصل 266 تمريره، وزي ما قلنا ايضا في استقبال الاهداف هم الباكات عندهم او قلوب الدفاع عندهم طوال الالتحامات الهوائيه والالتحامات الثنائيه بيمتازوا فيها بشكل كبير جدا من الناحيه الرقميه، بيوصل ل 60 و65% من كسب الالتحامات او الاستخلاص الكوره. فاعتقد زي ما برضو بيومي قال ان احنا نعتمد فعلا على السرعات التحولات السريعه اللعب في العمق اللعب الكرات القصيره نقدر نلعب على الارض بشكل افضل من الكرات العاليه. بنشكركم شكرا جزيلا، اعتقد قدمتوا لنا شرح وافي ولخصتوا حاله سياتل ساوندرز اللي هيواجه الاهلي كمان اقل من
24 ساعه. وبالارقام بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معنا دكتور احمد بريمي، شرفتنا ونورتنا. استاذ محمد الباز بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا جزيلا وكل التوفيق للنادي الاهلي، فوز كبير بكره ان شاء الله. نتقابل المره الجايه عليكم بنتكلم على ريال مدريد، تدونا بقى اكيد ريال مدريد ونقاط الضعف ان شاء الله باذن الله عندهم. لا انا بقى سيب لنا الحته دي، نورت الدنيا. بشكرك شكرا جزيلا. الاهلي في المونديال مكمل معاكم ومعايا محمد طبعا. هنروح لفاصل سريع، بعدين نستقبل نجم النادي الاهلي كابتن امير عبد الحميد ونكمل معاكم الأهلي في المونديال.